الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني نتناول فيه شيئًا من أحكام المصرفية، ونبين الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. وكنا بالأمس ذكرت شيئًا من أمور الربا من جهة حكمه الشرعي، من جهة أنواعه، من جهة أحكامه، وتوقفنا عند الكلام عن الحيل الربوية، وبينا أن الأصل في هذا الباب على الصحيح هو المنع والتحذير، وذلك أن النصوص قد جاءت ببيان حرمة مخادعة الله ورسوله، وببيان أن التحايل لا يغني العبد عند الله شيئا، وأنه لا يرد العقوبة الدنيوية ولا الأخروية. استدلنا على ذلك بقصة أصحاب السبت. والحيل الربوية لها صور متعددة، ولعلي بإذن الله عز وجل أن أورد عدداً من صور الحيل الربوية، ليكون المرء على بصيرة من أمره في هذا الشأن. فمن ذلك بيع العينة، والمراد ببيع العينة أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، فيكون إدخال السلعة في هذه الحال إدخالاً صورياً ليس مراداً. ومن أمثلة ذلك أن يقول: أبيعك هذا القلم بمليون ريال ثم على أن تسددني بعد سنة، ثم يشتري منه القلم بثمانمائة ألف حالة. فإدخال القلم هنا ليس مرادا، وحقيقة المعاملة أنه يأخذ ثمانمائة ألف حالة ويقوم بسدادها بعد سنة بمليون ريال، فتكون صورة من صور الربا، وإنما هي حيلة على هذا التعامل المحرم. وجماهير أهل العلم على تحريم بيع العينة، فهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير الصحابة. وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ويدل على هذا ما ورد في حديث عائشة أن زيد رضي الله عنه بايع بالعينة، فأخبرت عائشة بذلك فقالت: أعلمي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وقد ورد عدد من الآثار من الصحابة رضوان الله عليهم في التأكيد على المنع من بيع العينة. ومثل العينة معاملة معاكسة للعينة، بأن يشتري منه السلعة بثمن حاضر ثم يقوم ببيعها على الأول
ثمن مؤجل أكثر منه، فتكون السلعة إنما أدخلت على وجه الحيلة وليست مرادة لذاتها. ولذلك نجد أن من يتعامل بالعينة أو بعكس العينة لا يتفقد السلعة ولا يتأكد من صلاحيتها، وذلك أنه لم يرد السلعة وإنما أدخلها على وجه التحيل. وما ورد من حديث بلال في تمر خيبر لا يمكن أن يستدل به على جواز العينة، وذلك أن الطرفين في ذلك الحديث متغايران، فمن يشتري منه مغاير لمن يبيع له، وبالتالي لا يمكن أن يستدل بالحديث على إجازة العينة. ومثل العينة العينة الثلاثية، والعينة الثلاثية يكون فيها ثلاثة أطراف، تعود السلعة إلى بائعها الأول، أبيعك السلعة بثمن مؤجل إلى سنة، ثم يشتريها منك زيد بثمن أقل حال، ثم يبيعها على بائعها الأول بالثمن الحال، فدارت الدائرة حتى يتكون حقيقة المعاملة مبايعة ربوية، والسلعة إنما أدخلت على جهة التحيل على الربا. ومن أنواع الحيل الربوية ما يقال له التورق المنظم، التورق المنظم. وقبل أن ندخل في تعريف وبيان حقيقة التورق المنظم نذكر ما يتعلق بأحكام التورق. فالتورق مأخوذ من الورق وهو الفضة، وذلك أن الإنسان يرغب أن يحصل على نقود فيقوم بمعاملة التورق، بحيث يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يقوم ببيعها على شخص آخر بثمن حاضر، وفي الغالب يكون الثمن أقل. وقد جاء في الشريعة إجازة المداينات، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن صاحب السلعة لا يرضى بتأجيل الثمن إلا إذا كان زائدا عن ثمن المثل في البيع الحاضر، فدل هذا على جواز الزيادة في الثمن المؤجل إذا لم يكن هناك حيلة. ولذلك رأى جماهير أهل العلم إجازة التورق لأنه ليس فيها تحيل على الربا. والفرق بين التورق والعينة أنه في العينة تعود السلعة إلى مالكها الأول، بخلاف التورق فإنها تنتقل إلى مشتر جديد لا علاقة له بالأول. فمتى كانت الدائرة في البيع مغلقة تعيد السلعة إلى صاحبها، عد ذلك من العينة المحرمة. ومتى كانت المعاملة ليست دائرة ولا تعود السلعة إلى مالكها الأول كان ذلك من التورق. وجماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على حل التورق وجوازه، وذلك أنه ليس من الربا وليس فيه تحيل على الربا.
وقد ورد عن بعض التابعين القول بمنع التورق، وجعلها بعضهم من المعاملات المماثلة للربا، وقد استدل بعضهم على المنع بقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، وهذه الآية عامة وليست منطلقة على بيع التورق أصالة، فما استدل بعضهم بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، ومن المعلوم أن المضطر إذا لم يجد من يشتري منه وتورع عنه الناس فإنه حينئذ لن يتمكن من بيع سلعته إلا بثمن أقل، فيكون عدم الشراء من المضطر منافاة لمقصد الشريعة في القيام معه. حديث النهي عن بيع المضطر تكلم فيه أهل العلم وبينوا في إسناده علة، ويشترط للتورق ليكون عقدا جائزا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع الأول، فإن لم تكن مملوكة له لم تجز هذه المعاملة، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، والمراد بقولنا أنها مملوكة للبائع الأول يعني أنه يملك حق بيعها سواء كان مالكاً لعينها أو كان مأذوناً له بالإذن الخاص كما في الوكالة أو في ولاية اليتيم أو بالإذن العام كما في بيع صاحب الولاية من القاضي ونحوه. والشرط الثاني لحل معاملة التورق ألا يقوم البائع الأول بشرائها، فإنه متى اشتراها البائع الأول كانت عينة، والعينة محرمة كما تقدم. وكذلك يشترط ألا يكون وكيلاً للمشتري في بيعها لئلا يحصل بذلك محايلة أو حيلة على الربا، ويشترط ألا يوكله في بيعها ولا أن يكون موزعاً له، وهذا هو الذي يسمونه التورق المنظم. فالتورق المنظم أن يبيع السلعة على شخص ثم يقوم المشتري بتوكيل البائع ببيعها، فإن هذه المعاملة تكون في كثير من أحوالها معاملة صورية تعود به السلعة إلى صاحبها الأول. وكم من شخص يتعامل بمثل هذه المعاملات لا يعلم عن السلعة ولا يتأكد منها ولا يتحقق من صلاحيتها للشراء ولا من مطابقة الثمن لقيمتها الحقيقية، لأنه يعلم أن البائع الأول سيتوكل فيها، وبالتالي لا يتحقق من كون هذا العقد عقداً صحيحاً. وفي مرات عديدة يقولون نبيعك خشباً في البحر ثم توكلنا على بيعه، ويقومون بالبيع، وهذا قد يكون في كثير من أحواله من العقود الصورية التي ليس لها حقيقة، وفي مرات يقوم بتوقيع عقد البيع قبل أن يوقع عقد الشراء، فيكون قد باع سلعة لا يملكها، وحينئذ
نذكر الشرط الثالث من شروط هذه المعاملة، ألا وهو ألا يزيد عليه في الثمن عند التأخر في السداد. فإنهم في مرات يقولون له نبيعك السلعة من سيارة أو بيت أو نحوه، ثم بعد ذلك يقولون إذا تأخرت عن السداد في الوقت المحدد فإننا نزيد عليك القسط. فهذا النوع من أنواع التعامل نوع محرم، يدل عليه ما ورد في النصوص من النهي عن بيع الغرر، فإن هذه السلعة قد غر في ثمنها ولم يعلم حقيقته. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذه اللفظة لها أربع صور كلها يصدق عليها النهي عن بيعتين في بيعة، منها أن يكون الثمن مترددا بين ثمنين بحيث لا يجزم بأحدهما، وعند زيادة الأقساط حال التأخر عن السداد لا يعلم الثمن الحقيقي لتلك السلعة. وأيضا فيه صورة من صور الربا، فإن الواجب عليه السداد 100، فإذا تأخر زادوا عليه فجعلوها 110، فكأنهم أعطوه 100 وأخذوا منه 110 ريالات. وعند التكلم عن هذه المسألة وفي ذكر الشرط الثاني الذي ذكرته قبل قليل، وهو ألا يوكل البائع في بيع السلعة، فإنه يحسن أن نعرض لمسألة بيع السلعة قبل قبضها، فإن كثيرا من معاملات التورق المنظم يبيع لإنسان السلعة قبل أن يقبضها، كما ذكرت في المثل السابق، يبيعه حديدا في بلد آخر ثم إذا اشتراه باعه قبل أن يقبضه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. والعلماء في بيع السلع قبل قبضها لهم ثلاثة أقوال مشهورة، ففي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن جميع السلع لا يجوز بيعها قبل قبضها، يستدلون على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وكل شيء بمثل الطعام، لما روى حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن النهي عن بيع السلعة قبل قبضها إنما هو في المكيلات والموزونات، وذلك أنه قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يجري عليها الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. قالوا: فلما ذكر الصاع دل على أن المراد المكيلات ويماثلها الموزونات. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن النهي خاص بالطعام، وذلك أن الخبر جاء فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض. قالوا: فالطعام محل الحكم ولا يصح قياسه غيره عليه،
لأنه لم تعلم العلة في ذلك. ومذهب الإمام مالك في هذه المسألة أرجح وأقوى من القولين السابقين، وذلك لأن الخبر إنما ورد فيه النهي عن بيع الطعام خاصة قبل قبضه، ولم تعلم علته، ولا يصح أن يقاس عليه حتى تعلم علته. وما ورد عن ابن عباس في هذا الباب هو قول لصحابي، وقول الصحابي يشترط في حجيته أن لا يخالفه صحابي آخر، وقد وقعت المخالفة من بعض الصحابة لابن عباس في هذه المسألة. ولكن تلاحظون الفرق بين مسألة بيع السلع قبل قبضها وبين مسألة التورق المنظم، فإن التورق المنظم حيلة للربا، وبخلاف مسألة بيع السلع قبل قبضها فإنه يشتري سلعة ثم يبيعها على شخص آخر غير بائعها، ولا يوكل البائع في بيعها، ولا يوكل البائع الأول في بيعها، بخلاف مسألة التورق المنظم فإنه يوكل البائع الأول، ومن ثم تكون بيعا صوريا وليس بيعا حقيقيا. ومن أمثلة الحيل الربوية ما يسميه بعضهم بيع الأمانة، وبعضهم قد يسميه بيع الرجاء، وذلك أنه يبيعه سلعة مؤقتة يستلم ثمنها وينتفع بها على أن يعيدها بعد مدة حال عود ثمنها الأول. وأريد لذلك تصويرا لعله يتضح به الحال. أريد أن أقترض 1,000,000 ريال لدعم تجارتي، فأذهب إلى فلان زيد وأقول أبيع لك البيت 1,000,000 ريال، تسلمها لي في الحال، ومتى تمكنت من استرداد هذا المبلغ أعدت لك المبلغ وتعيد لي البيت وتنتفع بالبيت خلال مدة القرض، إما بالسكنى أو بالتأجير. فحقيقة هذه المعاملة أنها قرض يجر نفعا، فهو اقترض منه 1,000,000 ريال وسيردها 1,000,000 بعد مدة على أن ينتفع بهذا البيت، إما في سكناه وإما في تأجيره. فكان هذا العقد حقيقته حيلة على الربا، وليس العقد عقد البيع مرادا لذاته، وإنما هو قرض جر نفعا، فكان صورة من صور الربا، حيث ذكرنا أن من أنواع الربا ربا القروض. وبعض الفقهاء أجازه كما أجازه بعض متأخر الحنفية وجماهير أهل العلم على المنع من هذه الصورة، لأن حقيقتها أنها حيلة ربوية، وبالتالي يمنع الشرع منها. ويدل على المنع أيضا أنه قد ربط بين العقدين هنا، فربط بين عقد البيع الأول وبين عقد البيع الثاني، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ومن صورها هذه الصورة. ولهذه الصورة لهذا النوع عدد من
الصور التي تدخل فيه، فالتأجير على البائع صورة من صور هذا العقد. ومن الحيل الربوية مسائل قلب الدين، مسائل قلب الدين، وهذه المسائل لها صور متعددة، منها ما هو ممنوع منه في الشرع. وقلب الدين يراد به تغيير أجل الدين في مقابل عوض مالي، تغيير أجل الدين في مقابل عوض مالي. ولها صورتان، الصورة الأولى صورة التقديم، صورة تقديم، كما لو قال له أنا أطلبك 1000 ريال، ما رأيك تسددها لي بعد سنة حسب عقد البيع السابق بيني وبينك، ما رأيك أن تسددها لي الآن بنصفها؟ فهذه الصورة صورة تقديم، ولها وهي على نوعين، تسليم في الحاضر وتسليم مؤجل، كما لو قال أطلبك 1000 بعد سنة، ما رأيك أن تسددني 800 بعد شهرين؟ فهذا العقد عقد ممنوع منه ولا يجوز، وذلك لأنه أخذ عوضا ماليا عن التأجير، عن تغيير أجل الدين، وبالتالي يكون بمثابة من أعطى 800 وأخذ 1000 أو العكس. والنوع الثاني أن يكون هناك تسليم حال في مجلس العقد، كما لو قال أطلبك 1000 بعد سنة، ما رأيك أن تسددها لي الآن 600 أو 800؟ فهذا العقد اختلف أهل العلم فيه في حله وجوازه، وجماهير أهل العلم يرون أن هذا العقد ممنوع منه، لأنه قد جعل للأجل ثمنا، وبالتالي رأوا المنع منه. وبعضهم سمى هذه المعاملة الصلح عن الدين ببعضه حالا. وذهب طائفة من أهل العلم إلى إجازة هذا التعامل ورأوا صحته، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث الذي أخرجه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير من المدينة قالوا إن لنا ديونا على الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، أي قللوا من قيمة الدين وتعجلوا استيفاء تلك الديون. وهكذا أيضا ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عدد من أصحابه فقالوا يا رسول الله إن قوما من النبط يأتوننا بسلع فنشتريها بدنانير، فلا نجد دنانير ونجد دراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تتفرقوا وبينكم شيء. قالوا فهنا قلب الدين من كونه دراهم وهي من الفضة إلى كونه من الدنانير وهي من الذهب، واشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتفرقوا إلا وقد برئت ذمة جميعهم من هذه الديون. ويدل على جواز هذا النوع ملاحظة مقصد الشريعة، فإن من مقاصد الشرع تقليل ما في الذمم من حقوق الآخرين، وهذا التعامل ينتج هذا المقصد. وأما القسم الآخر من صور قلب الدين فهو ما يتعلق بتأجيل الدين
والزيادة فيه، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تكون الزيادة من جنس المال الأول، فهذا يمنع منه لما دام، هذا يمنع منه لأنه يتوافق مع صورة الربا المركب التي يتعامل بها أهل الجاهلية، وخصوصا إذا كانت السلعة من السلع الربوية. وصورة هذه المسألة أن يقول: حل دينك وهو 1000 ريال وأنا أعجز عن سداده، ما رأيك أن تؤجلني سنة وأزيدك فيه ليكون 100، ليكون 1200؟ فهذا النوع من أنواع التعامل ممنوع منه، وفيه ربا فضل وربا نسيئة. والصورة الثانية أن يبيعه بغير السلعة، أن يقلب الدين إلى سلعة أخرى مغايرة للسلعة الأولى. مثاله أن يعقد معه عقداً فيشتري منه سلعة ب1000 ريال مؤجلة إلى شهر، فلما حل الأجل قال: ليس عندي ريالات، ولكن ما رأيك أن نقلبه ليكون دولارات أسددها لك بعد شهر آخر؟ فهنا قلب الدين بسلعة مغايرة، وكان القلب إلى أجل وليس حاضرا، فهذا أيضا يمنع منه لما فيه من التحيل على الربا. وهناك مسألة، وهي: ما لو كانت، ما لو كان الأجل متعلقا بسلعة غير ربوية؟ ومن أمثلة ذلك ما في عقودي، ما لو قال له: أبيعك هذه أو أبيعك هذه السلعة من المعدودات صفتها الصفة الفلانية، وسآتي لك بها بعد 6 أشهر. ففي هذه الحال إن لم يكن ذلك العقد متعلقا بسلعة يجري أو يجوز فيها السلم، لم يصح العقد، وذلك لأن تأجيل المثمن غير المعين لا يصح إلا بشروط السلم. فمتى كانت شروط السلم غير موجودة لم يصح العقد. ومن الأمور التي تتعلق بالحيل الربوية المواطأة على الهدية. يقول: أعطيك قرض ب1000 ريال تسدده لي بعد سنة 1000 ريال، ولكن تهدي إلي من بستانك أو تهدي إلي السلعة الفلانية، فهذا حيلة ربوية. ومن ذلك أن يقول له أو أن يهديه في حال عقد الدين أو في حال وجود الدين، كما لو علم أن البنك الفلاني أو المصرف الفلاني أو المؤسسة الفلانية تقبل القروض من الناس وتعطي من يقرضها هدايا ثمينة لمصلحة ذلك المهدى له، ففي هذه الحال يكون هذا من صور الربا أو من صور التحيل على الربا. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهدية في حال الدين، وقد ورد ذلك بأسانيد يقوي بعضها بعضا.
بل إنه مثل في ذلك بالشيء اليسير، كما لو أهدى إليه حزمة أو قتا لبهائمه أو نحو ذلك. وبعض المعاصرين استثنى صورتين: الصورة الأولى ما لو كان هناك معاملة سابقة بينهما وكان هناك إهداء متبادل بينهما قبل هذا الدين، بحيث تكون الهدية بعد ذلك على نسق ما كانوا يفعلونه قبل الدين. ولكن ينبغي في هذه الحال أن يقابله بهدية تماثلها، لأنه إنما كان بينهم من الهدايا على سبيل التقابل، يهدي إليه فيقابله بهدية تماثلها. والصورة الثانية من صور الاستثناء في الهدايا التي يقدمها المدين للدائن، ما لو كانت المصلحة في الهدية للدائن، كما يفعله بعض المصارف عندما يطبعون التقاويم أو يقومون بوضع ملصقاتهم الدعائية في ورقة أو قلم أو نحو ذلك. فالمستفيد الأكبر من مثل هذا هو الدائن لا المدين. قالوا: ففي هذه الحال يستثنى من ما ورد من النهي عن المواطأة على الهدية من الدائن للمدين. ومثل هذا أيضا من الصور والحيل الربوية ما لو كان هناك مواطأة أو علم سابق بأن الدائن يزيد في الدين عند السداد، كما لو كان شخص يعلم منه أنه إذا اقترض 100 يقوم بردها 110، هذا شأنه وهذا دأبه. فإن من كان كذلك كان التعاقد معه بعقد القرض بمثابة التعاقد معه على الزيادة عند سداد القرض. فإن قال قائل بأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً ورد خياراً رباعية، قيل: هذا لم يكن على سبيل المواطأة، وإنما لما حل الأجل سأل عن سن يماثل السن التي أخذ منها، فلم يجد ذلك عند أصحابه، فطلب منهم أن يردوا له أفضل من حقه، ولم يكن هذا على سبيل المواطأة ولا على سبيل الاعتياد، وإنما كان من أجل عدم وجود السن التي تماثل سن ذلك سن الجمل الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم في الحال الأول. وهذا الحديث فيه دلالة على أن مسائل قلب الدين لا تقتصر على الربويات، فإن الجمل ليس من الربويات لكونه من المعدودات، ومن صور الحيل الربوية البيوع الصورية التي لا تقصد لذاتها، فإن هذه البيوع الصورية يراد في كثير منها الحصول على الزيادة الربوية. ومن صور ذلك ما يسميه الفقهاء ببيع التلجئة، والمراد ببيع التلجئة أن يضطر إنسان إلى بيع سلعة لا يريد حقيقة البيع فيها، كما لو كان هناك
ظالم يستولي على سلعة من السلع التي تكون في أيدي الناس، فيقوم مالك السلعة ببيعها بيعا صوريا على شخص أقوى من ذلك الظالم، من أجل أن يمتنع أخذ الظالم لها. فهذا من عقود التلجئة، وهو ليس مرادا لذاته، وفي مرات يستخدم صورة البيع التلجئة في التعامل الربوي، فيقول أعطني السلعة، أعطني السلعة أنتفع بها ثم أقوم بردها بعد ذلك. فهذا النوع من أنواع بيوع التلجئة متى كان حيلة على الربا وكان فيه مواطأة عليه منع منه، لأن الشريعة قد جاءت بسد أبواب التحيل. وفي هذا نذكر ما يتعلق بمسألة سد الذرائع، والمراد بالذرائع الطرائق والوسائل الموصلة إلى غيرها، والمراد بها هنا الوسائل الموصلة إلى المحرمات، وسدها أي المنع منها والقول بعدم جوازها. والذرائع على نوعين: النوع الأول ذرائع جاءت الشريعة ببيان حكمها حال كونها ذريعة، فهذه تأخذ الحكم الشرعي الوارد فيها. ومن أمثلة ذلك أن وطأ الأجنبي حرام، ومن وسائل الوصول إليه عقد النكاح، لكن عقد النكاح الموصل إلى وطأ الأجنبية قد جاء في الشرع حكم بجوازه وإباحته، فحينئذ تأخذ هذه الوسيلة الحكم الشرعي الوارد فيها. والنوع الثاني من الوسائل ما لم يرد فيه حكم حال كونه وسيلة وذريعة، فهذا على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما كان موصلا إلى الحرام قطعا، فهذا أجمع العلماء على القول بمنعه وتحريمه. ومن أمثلة ذلك أن تبيع سلاحا على من تجزم بأنه يستعمله في سفك الدم الحرام، فهذا ممنوع منه بالإجماع. ومن أمثلة هذا أن يبيع عنبا على مصانع الخمور فهو يجزم بأنه يستعملها في الحرام، فهذا يمنع منه. والنوع الثاني الذرائع الموصلة إلى المحرمات نادرا، وهذه الذرائع لا يقال بمنعها، وإنما هي على أصل الإباحة. فلو جاءنا إنسان وذهب إلى السوق ومنع الباعة من بيع العنب، قال لأن بعض الناس قد يستخدمها استخداما محرما فيصنع منها الخمور، قيل له هذه وسيلة موصلة إلى الحرام نادرا، وبالتالي لا يقال بمنعها. والصورة الثالثة من صور سد الذرائع أن تكون الذريعة موصلة إلى الحرام غالبا، ليس نادرا ولا قطعا، فهذه الصورة الأظهر من قولي أهل العلم أنه يفتى بمنعها وعدم إجازتها، وذلك لأن الله جل وعلا قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فلم يكتفي بالنهي عن المحرم وإنما نهى عن قربانه، وقال تعالى ولا تقربوا الزنا
فلم يكتفي بالنهي عن الزنا فلم يقل لا تزنوا، وإنما نهى عن قربانه. وهكذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كما رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فدل هذا على القول بمنع الذرائع الموصلة إلى المحرمات غالبا. ومن صور ذلك بيع السلاح في أوقات الفتن، فإن المشتري قد يشتريه لحماية نفسه، وقد يكون ممن يستعمله في الولوج في الفتنة فيستعمله في سفك الدم الحرام، والغالب استعماله في الاستعمال الثاني ما لم يعلم عن الشخص أنه ممن يتورع عن الدخول في الفتن. ففي هذه الحال يقال بأنه يمنع من هذا البيع لئلا يؤدي إلى مخالفة مقصد الشرع بولوج الناس في المحرمات. ولا شك أن المنع من الشيء ثم القول بفتح الأبواب الموصلة إليه فيه شيء من التناقض وعدم التطابق والتقابل. ولا زال العقلاء في جميع الفنون يسيرون على مقتضى هذا المنهج، فيسدون الذرائع فيما يتعلق بفنونهم. فلا شك أن هناك ما يسمى بالطب الوقائي، وهناك إجراءات السلامة، وإلى غير ذلك من الصور التي تكون في حياة الناس يرونها ملزمة، وقد يرتبون العقوبات على من لم يقم بالالتزام بها. وحينئذ يعلم أن الذرائع الموصلة إلى المحرمات هي من دعائم القول بالمنع من الحيل الربوية. ولما أشرنا إلى بيع التلجئة نشير إلى ما يسمى بعقود الإذعان، وهي العقود التي يلتزم الإنسان فيها التعاقد مع طرف واحد، لا يتمكن من التعاقد مع غيره. ومن أمثلة هذا أنك تتعاقد مع شركة الكهرباء لإدخاله في منزلك، فهذا له شركة واحدة أنت مذعن في التعاقد معها. وحينئذ ومثله أيضا قد يكون هناك ما شركات البريد وشركات المواصلات وشركات الماء، فمثل هذا يذعن الإنسان للتعامل معها. وعقود الإذعان هذه قد تكلم عنها الفقهاء المعاصرون، ورأوا أن مصالح العباد تتحقق بها، لكنهم رأوا أنه لما كان الناس ملزمين بالتعاقد مع طرف واحد رأوا أنه لا بأس من التسعير في مثل هذه السلع، في مثل هذه السلع. وقد يستدلون عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك قوم عليه. فإذا كان هناك مملوك يملكه اثنان مناصفة مثلا، فقام أحدهما بإعتاق نصيبه، فحينئذ
يلزم المعتق بأن يشتري النصف الآخر من هذا المملوك ليعتقه، فيقوم عليه بقيمته في السوق. فهذا نموذج من نماذج التسعير. وقد جاء في الشريعة النهي عن الاحتكار خصوصا في الأطعمة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو ملعون. ولذلك روي أنه لمنع الاحتكار لا بأس أن يقوم صاحب الولاية بالتسعير على ذلك المحتكر. فهذا فيه نوع إلزام لبيع السلعة بذلك الثمن من أجل دفع ما يناقض المقصود الشرعي في مسائل الاحتكار. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه فقالوا: ألا تسعر لنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر. ولكن يظهر أن هذا الخبر في السلع عند عدم وجود منافات أو مناقضة لمقصد الشارع في بيعها. فهذا شيء مما يتعلق بالحيل الربوية، ولعلنا إن شاء الله نتم الحديث في غد، ويكون حديثنا إن شاء الله عن الودائع وأحكامها، ما أحكام الودائع البنكية والودائع الاستثمارية، هل هي مضاربة أو هي قرض أو هي وديعة كما هو اسمها، وهل يجوز ضمان المصرف للودائع التي تكون فيه، وهل الودائع عند تلفها تكون مضمونة أو لا تكون مضمونة، سواء في حال التفريط أو في حال عدمه. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، أغناكم الله بحلاله عن حرامه، وكفاكم بفضله عمن سواه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.